والدة إياد. هو احنا طبعا اكتشفنا المرض دوت كان بعد طبعا معاناة، ان احنا فضلنا 3 شهور على الدكاترة، وده يقول حاجة وده يقول حاجة، وفي الاخر اكتشفنا ان هو المرض الوحش دوت. وبعد كده رحنا بقى على 57 يبقى يتعالج هناك، كان في 3 ابتدائي، ومن 3 ابتدائي لحد اللحظة ديت، وهو حاليا في تانية اعدادي. ولحد الآن بقى وبيتعالج في 57، وبعد ما خف وبقى كويس وعملنا استئصال للورم والدنيا كانت تمام وكويس، وفجأة رجع المرض لي تاني، أثر طبعا على مشيته، وكان مش عارف يمشي ومش عارف يتحرك خالص، وفضل شوية وبعدين أخد كورتيزون. بعد فضلنا سنة على الوضع دوت، وبعد كده طبعا ايه خلاص بقى رحت للدكتور آخر مرة، قال لي ياخد ريست بقى 1.5 شهر وبعدين تعليلي تاني. رحنا بقى بعد 1.5 شهر دوت عملنا رنين، وبعد كده كان بعديها كشف للاستشاري بتاعه. بعد الرنين عملنا الأشعة ورحنا له بقى، اللي ده كان الكشف بتاع الدكتور، ودخلت له طبعا كشف عليه وكده وشاف الدنيا. لما شاف الأشعة طبعا قال لك خلاص كده ومش هينفع، احنا عملنا اللي علينا وخلاص، الورم انتشر ومش هينفع ان احنا نعمل اي حاجة تاني. انا ما قدرتش اتكلم لان حسيت ان انا مش عارفة، مش قادرة اتكلم، حسيت ان بقي مفيش كلام خالص ومش عارفة انطق باي كلمة. ورحت واخدة الكارت ورحت طالعة لبرا واخدة اياد، واللي هو ايه عارفة اللي هو ما فيش مثلا دموع نزلت من عيني خالص، وطلع مبسوطة من عند الدكتور، بقول له ايه احنا خلصنا المستشفى خلاص ومش هنيجي تاني، والحمد لله احنا الدكتور قال لي ما تجيبهوش تاني وخلاص الدنيا بقت كويسة وانت خفيت ومش هنيجي تاني، والدكتور قال لي ما تجيبهوش تاني. الدكتور قال لي ان هو هيتعب الايام اللي جاية ديت، تجيبيه على الطوارئ وهما يتصلوا عليا وانا هنزله، وإن شاء الله خير بإذن الله. الواحد ثقته في ربنا كبيرة إن شاء الله. رحت للدكتور قال لي إيه ما فيش كمان تاني ولا في مستشفى تاني. بحب أروح المستشفى، أنا نفسي أشوف محمد صلاح وأمير كرار وكبير ومدرب السلام فرجاني وعادة مثل معي أطلع زوب سالة. بحب الحاجات المسدسات والعربيات، بحب الحاجات دي وأنا صغير، كنت أحب الحاجات دي. نفسي أروح عند محمد صلاح وألعب معي، عايزة أروح أي حاجة عشان أخف أربيش فين. نفسي إن هو يخف ويبقى كويس ويحقق حلمه، إن هو نفسه إن هو يبقى ظابط، يطلع ظابط، وأنا إن شاء الله هساعده هقف جنبه وأحقق له حلمه، وربنا يخيب سن الدكاترة إن شاء الله ويبقى زي الفل، وربنا كبير بإذن واحد أحد إن هو يقوم ويبقى كويس ويبقى تمام ويرجع زي الأول إن شاء الله.